السلام عليكم. هاي مقبرة الشيخ معروف. هسه هذا دفان لا تشوفها، مقبرة كبيرة. وهذا قبر والدي المرحوم الدكتور كامل مصطفى الشيبي. والدي بوفاته 2006 اجت حتى تعزيات من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية احتراما وتقديرا لاسمه. هسه يريدون يبشون قبره وقبر الناس هاي كلها، يعني متجاوزين كل الامور الوجدانيه والاهتمام مال الناس وعواطفها على مود الخط السريع. بغض النظر عن القضايا الوجدانيه والعاطفيه للناس، هذا مكان اثري وديني. هنا مدفون الحلاج قبل 900 سنة، الصرخصطي قبل 900 سنة، الجنيد البغدادي، ذول كلهم متصوفين. والدي كانت وصيته يندفن قرب المتصوفة. احنا عندنا سرداب كان بالكاظمية، سرداب قبط يعني منعه الدخول إليه، فحسب وصيته جينا هنا. هاي المقبرة بها حدود، مثل كل بيت من تريد تقصها الحكومة اكو حق للبيت، وهاي مقبره واكو لها حق ومخططه المقبره ومثبته. اذا اكو عليها خط ليش يسمحون؟ اذا عليها قص وخط ليش يسمحون للناس تدفن؟ هاي اللي تشوفها كلها يعني حتى اليونسكو هسه اذا تسمع بالخبر يعني تنزعج. هذا اثر تاريخي، مكان تاريخي، تعرف اكو هنا ابن الوالي واكو ناس معاصرين الرشيد، هارون الرشيد. هاي المقبره تاريخيه مو مقبره عاديه. كل الموضوع هو انه اكو خط سريع يريد يفوت يوصل للجسر باب المعظم، يعني ما ممكن يتجاوز يعيد يمين او يسار، لازم يدوس على القبور، لازم ينبشها. هسه رايك الشارع عليكم السلام. احنا هسه بظهر المقبرة، يعني كان القبر راودكم اياه مال الدكتور كامل مصطفى الشيبي هنا، كان خلف الحائط هذا. هنا يريد يفوت خط سريع. شوف لاحظ هذا الرصيف، شوفه هذا عرضه بالست امتار سبع امتار. الرصيف من الجانب الثاني عرضه ست امتار الى سبع امتار. هذا الرصيف اذا ينقص ينفتح شارع عريض، ومن هنا اكو محلات تجارية. هاي كلها تم تجاوزها، ما حد اجى عليها المحلات التجارية ولا حد قص الرصيف. اجوا على القبور ينبشون القبور. لا راح يقصون حج احنا. هاي المسافة كافية، بعدين افرض المسافة مو كافية. ما ممكن يحيد الجسر يعني لاغراض وجدانية، لاغراض تاريخية، احترام اليونسكو والمشاعر الناس، ما ممكن يحيد شوي يروح يمنى يروح يسرى. اترك هذا الموضوع، يعني ما ممكن يضيق شويه الشارع من هنا، خصوصا انت قريب من جسر باب المعظم وراح يصير مضيق هناك ترفك. يعني ما ممكن هذا شويه يصير ضيق من هنا رغم ان المسافه مو ضيقه، تشوف ايش قد عريضه. هذا الاصرار يعني، والقطعه هاي كانت قطعه البارحه هنا يعني بدون احساس تنبئ الناس انه قطعوها ب 15 يوم يشيلون رفات الناس. هي معامله رفع الرفات تستغرق سنه، يعني من كثر الاسماء هنا الموجوده التاريخيه والمباني التاريخيه ما اقدر احفظها. يعني الشيخ معروف الكرخي توفى 800 ميلاديه، يعني قبل 1200 سنه. مفتي بغداد ابو ثناء الالوسي 1800 توفى. عائشه خاتون ام والي بغداد احمد باشا 1770. زمرده خاتون ام الناصر الدين الله العباسي الخليفه 1200 ميلاديه. مرقد الشيخ جنيد هنا، قبر الحلاج، الصرخصطي، بهلول الكوفي توفى قبل 1200 سنة. هذه كلها بس يعني على السريع حكيت لك شنو الأشياء الموجودة تاريخية هنا. اترك التاريخ، هاي الناس ما لها احترام. هذا الأمر الوجداني الأهم من كل الأشياء اللي أحكيها أنا، ما له قيمة على مود الجسر. الجسر لا يفوت، أو خليه يتعرض الشارع هذا، يتعرض بوع المسافة اللي قلت لك عليها ايش كبرها. هذا الفيلم طبعا مو سياحي نهائيا، بس شو تسوي، هذا فتحات ضيق.
شكرا. بعد قراءة الفاتحة على أرواح موتانا وموتاكم، أتمنى من المتبقي القليل من عقلاء هذا الزمان القليل أن ينظرون بعين العطف والإنسانية والدين والإرث التاريخي لهذا الموضوع، ويتجنبون نبش قبور الموتى.